بس خبرك شغله جيسي معلي يمكن اول مره بقولها كمان المراه بتشكي كثير من الرجال وتصرف الرجال بس مين عم يربي هالرجال المراه هي عم تربيه فكمان المراه تنتبه شوي كيف بتربي اولادها يعني انا مثلا ضد بالتربيه انه كثير الولد الصبي يتدلع كثير اوعى واصحى ولا ما تنزل الدرج ويي مامي وقعد يا اختي شد حالك شوي ما بدها بدك تطلعي شجاع بدك تطلعي رجال اذا كل شيء اوعى واصحى وبعدين دائما الافضليه للصبي اذا كان وحيد على بنتين ما هذا بيخلق عقده مع اخواته البنات مشان هيك على كبر شوفي هالنساء كلها عندها نقمه وبيطلع اخر شيء هو انه بياخذ يعني بيورث مصريات بيو والبنات اخواته هن عملوا حالهم بحالهم ليش ما هي تربية يعني كمان المرة انتبهي كيف عم بتربي ابنك خليه يطلع سي شوي معلش خليه يعتمد على حاله لو انتو بعيلة مرتاحين وفي مصاري خليه يندعك شوي هي بتأثر على التربية شغلة تانية كتير بلاقيها كمان أنا لقلي دايما الرجال بعتبره صديق لقلي هو حبيب صديق رفيق خي ولا مرة حسيت عندي نقمة على الرجال بحب الرجل بحبه صديق بحياتي بحبه حبيب هو وجوده حلو بالحياة كتير حلو أكيد. وجوده هلا أوكي عم قلك في رجال ما بينطاقوا في نسوان ما بينطاقوا كمان في نسوان يعني مجملنا هين المرأة يعني طبعاً صراحة أكيد. بدنا نحكي لا 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 بس هو وجود الرجل بحياة كل امرأة طبعا هو يعني حلو وكل امرأة بتحب يكون عندها رجل بحبها وبيحترمها وبيدعمها وبيآمن فيها يعني هيدا الشيء يعني بطبيعة الحياة هيك مرسومة أصلاً ومش لازم أبدا ناخد هيدا الشيء إنه منافسة في منافسة بين الرجال والمرأة وأهم شيء كمان إنه الرجل إذا شاف مرته ناجحة ما يغار منها بالعكس يدعمها يعليها لما بيعمل هيك ببين قديه هو مرتاح مع حاله وقديه هو واثق بحاله بيكون رجل حقيقي طبعاً. بس يعمل هيك أكيد. لأنه اللي ما بيعمل هيك للأسف بيكون في نقص بيكون في نقص